في إطار زيارته الميدانية وتجسيد لجهود متابعته للمشاريع التنموية، حل والي ولاية المدية السيد جهيد موس بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد مصطفى تاني ببلدية الربيع، أين أشرف على وضع حيز الخدمة مشاريع تنموية أهمها استفادة أزيد من 1230 ساكنا بالغاز الطبيعي الذي كان يشكل عائقا كبير يؤرق السكان خاصة في فصل الشتاء. شكرا. اليوم نحضر شخصيا لوضع حيز الخدمة إيصال الغاز الطبيعي إلى بلدية الربعية. هذه البلدية الأخيرة على مستوى الولاية التي تستفاد من الغاز الطبيعي، وبالتالي على مستوى الولاية نؤكد بأن نسبة توغل الغاز قد وصلت إلى 64 بلدية، وذلك بفضل المجهود المالي المبذول من طرف الدولة الذي تعدى 3770 مليار سنتيم تم تجسيدها على أرض الواقع. كذلك هذا المجهود المتواصل سيبقى خلال سنة 2024 حتى نصل إلى نسبة ربط الحاضرة السكنية على مستوى الولاية إن شاء الله إلى نسبة 80%. كما تفقد السيد جهيد موس عدة مشاريع أخرى في طور الإنجاز بالمنطقة ومعاينة مدى تقدم نسبة الأشغال بها، كما نوه على ضرورة وضعها حيز الاستغلال في أقرب الآجل. وتعتبر هذه المشاريع لها أثر مباشر بتحسين الظروف المعيشية لمواطني البلدية.